احنا مش لاقيين ميه زي ما انتم شايفين، الدور كيف الناس كيف، احنا اوقات بنلاقي ميه وما بنلاقي ميه زي ما انت شايف يا اخوي. عبربيش الميه هذا كل المنطقه عايشه، يمكن ولا 20,000 عيله بتشرب من البربيش هذا. الو فيش اصلا خالص، لا ميه حلوه ولا مالها، فكل واحد بيجي معه قرن ميه ابو 20 لتر، ابو 20 لتر هذا بتقسم في البيت على نفس العيله، يعني كل واحد بياخذ له 4 لتر 5 لتر، كل يوم نفس النظام. في الليل فيش اجواء مستقره، يعني قذايف مدفعيه كل يوم في الليل الناس. احنا لاجئين، جينا على المدرسه ما فيش ميه، جينا نغسل اواعينا ونجلد، جينا نعبي ماي في البحر نغسل اواعينا، وهذا بيجيبوش الماي غاد بس يومين ثلاثه بس بيجيبوا الماي.